تمام، متفق معاك ان انت زعلان عشان العنوان، وتمام كمان متفق معاك ان دعم الجمهور هو اللي بيخلي مروان محسن بالحاله اللي هو فيها، هو اللي بيخلي مروان محسن يهدف ويكون مؤثر. بس بذمتك يعني دعم الجمهور في عدم وجود خطه بتساند الاثنين مهاجمين ممكن يفرق في حاجه؟ بصراحه ما اعتقدش. يعني قعدنا نلعب بال 4 2 3 1 طول عمرنا، ما اعتقدش ان مروان محسن كان هيجي له عرضات كتير، وما اعتقدش ان مروان هيكون مؤثر نوعا ما غير ان هو هيسند على الاثنين اطراف اللي تحتيه. انما لما نلعب بال 4 2 2 2 وكل فكرتنا ان احنا نلعب عرضيات على علي وبادجي ومروان محسن، اعتقد وقتها ان مروان هيصل عشان خاطر دي لعبه مروان، هو بيحب الكوره العاليه وبيحب دايما الالتحامات الهوائيه والراجل ممتاز جدا فيها، فطبيعي ان مروان محسن يهدف في كوره عاليه، وخصوصا كمان انك بتلعب بهاف زي جيرالدو، وكل فكرته ان انا بيلعب عرضيات كتير، وكل فكرته كمان ان هو يشيل الناحيه الهجوميه دي لوحده علشان خاطر الباك الشمال اللي وراه ايمن اشرف عنده دور دفاعي بس قدام رفيق كابو اللي عنده استعداد يفضل يجري لحد 90 دقيقه ما يخلصوا، واللي كان هيتعب علي معلول جدا في الحاله البدنيه لعلي معلول كان فيها، واللي كان هيتعب كمان محمود وحيد. ففكره البدايه بايمن اشرف كانت فكره عبقريه وكانت ممتازه كمان علشان خاطر ايمن عنده واجبات دفاعيه اكتر من الواجبات الهجوميه وهو بيعرف يدافع كويس، فكنت انت مضحي ان انت هتهاجم بباك واحد بس وهو محمد هاني وسيادات نص الملعب من حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه، فالدنيا كانت بالنسبه لك مظبوطه في الشكل الهجومي، ما كنتش عامل حسابه بقى ان انت تلاقي فرقه بتحب برده الاستحواذ زيك زي وادي دجله. وادي دجله ممكن تلاقي ان باو فاسيليوس ده واحد من المدربين الممتازه اللي برده ماجد سامي نزله مصر زي تاكس زي باتريس كاترون، ونبقى الفرقه الوحيده في مصر بتعرف تجيب مدربين لوجه الله فعلا بيكونوا اقوياء جدا بعيد عن السيره الذاتيه وبعيد عن اي حاجه، هم وادي دجله لانهم عندهم مشروع ممتاز وهي كره جميله فوق كل حاجه، وكره جميله مع البقاء في الدوري مع الاهلي ناشئين بتكون عنصر ممتاز لوادي دجله. مبروك الاهلي بيكسب وادي دجله 2-0. الاهلي عمل جيم نوعا ما جيد، مش واو، مش اداء ممتاز ولا اداء خرافي، لان احنا بنتكلم في الموضوع ده كل ماتش يا جماعه، ما حدش طالب من الاهلي كل ماتش يكون تنين جوه الملعب، ما حدش طالب من لعيبه الاهلي اللي بتلعب كل 3 ايام مباراه تكون ممتازه جدا طول 90 دقيقه، ما حدش طالب من لعيبه الاهلي ان هي تعمل حاجه في عالم كره القدم غير ان هي تطلع بالثلاث نقط دلوقتي لحد ما نخلص الدوري، وبعد كده نشوف يا جماعه هنعمل ايه وهنتكلم ازاي في بطوله افريقيا علشان خاطر احنا في جدول مضغوط، والدنيا بالنسبه للفريق زي ما احنا شايفين اصابات كتير ولاعيبه موقوفه ولاعيبه ثانيه بتبعد من المباريات تضطر ان انت تريحها، ولاعيبه تاني مش في فورمه زي جوني لاجي بتحاول تريحه وترجعه تاني، فالموضوع صعب جدا انك تدور على اداء وانك تتكلم في اي حاجه. وطبعا عارف الكلام اللي هيتكلموا فيه مع رينيه فايلر في الاجتماع اللي بعد المباراه، يقعدوا يسالوا على كهربا ويقعدوا يسالوا على صالح ويتكلموا في اي حاجه تاني بعيد عن اللي حصل في المباراه وبعيد عن الشغل التكتيكي اللي عمله مدرب وادي دجله باو فاسيليوس، لان انا زي ما قلت لك في البدايه مقتنع جدا ان وادي دجله عنده مشروع كويس، بيعرف يجيب مدربين ممتازين جدا، بيعرف يجيب افارقه ممتازين زي عبد الكبير وزي كمان رفيق كابو اللي بصراحه كان لعيب ممتاز جدا ولعيب سوبر بصراحه، يعني مستغرب ان هو ازاي الراجل جاي وادي دجله هنا في مصر واكيد بمبلغ صغير جدا، فالراجل لعيب كويس والافارقه بتاعتهم لعيبه كويسه غير الموهوبين اللي طالعين من اكاديميات وادي دجله زي محمد عبد العاطي وزي مروان حمدي لعيبه ممتازه جدا، وكمان زي خالد رضا المساك اللي ورا، وطبعا بيعتمدوا على خبرات محمد عبد المنصف في الخط الخلفي، فالفرقه بتقدر تقول عليها ان فرقه جيده نوعا ما، عندهم مشروع كويس، عندهم مدربين كويسين بيغرزوا فيهم فكره ثابته ان احنا بنلعب كره من على الارض، بنلعب كره جميله ما بننزلش ندافع قدام اي خصم مهما كان كبير، بنحاول ان احنا برضه نكون ندي ليه وبنحاول ان احنا نكون منافسين، فكره ممتعه بالنسبه لوادي دجله وفكره كمان بتكون ممتعه للناس اللي بيتفرجوا على وادي دجله جوه ماتشات الاهلي والزمالك. انا بصراحه انا واحد تقدر تقول عليه انا زعلت جدا في الهدف اللي اتلغى لوادي دجله، جون تقدر تقول عليه ان هو في كلام كتير قوي تحكيمي، جون فاول، لا جون اوف سايد، لا جون ما فيهوش اي حاجه، لا خالد رضا تدخل مع محمد هاني، بس بصراحه جمله تكتيكيه عبقريه جدا من بابا فاسيليوس، والكوره كانت ممتازه جدا بصراحه، انا زعلت على الناس راحوا حضنوه وراحوا بسوه، وده تعرف قد ايه اللعيبه بتحب المدرب واللعيبه متعلقه بالمدرب. فبصراحه انا زعلت، هتقول لي انت لابس فانيلة الاهلي زعلان، اقول لك عادي انا كنت متاكد الاهلي حتى لو علينا 1-1 كنت متاكد الاهلي هيدوس وهيقدر يجيب الهدف الثاني عشان خاطر وادي دجله ما بيعرفش يدافع، وادي دجله لما في الماتشات دي بيتزنق بتلاقيه ان هو قرر يدافع فهتلاقيه اتغلب، فالاهلي كان عادي جدا ان هو يجيب الهدف الثاني فوادي دجله لو كان الجون كان اتحسب، انما لما الجون ما اتحسبش هنسمع زيطه وهنسمع كلام كتير قوي وحاجات غريبه قوي بره عالم كره القدم، ومرات كونيه نوعا ما هتلاقي ان هي مش موجوده غير في عقل المريض مش مهتم باي حاجه غير ان هو يحسس نفسه ان انا مظلوم وان انا معمول عليا مؤامرات، فربنا يسهله والله يكون في عونه. المباراه مش هنقعد نتكلم فيها كتير على الاداء بتاع اللعيبه، مش هنقعد نتكلم كتير على جيرالدو اللي احنا عارفين كويس قوي ان هو لا يمتلك اي حاجه غير السرعات، وكمان في كروسات بتطلع منه تكون ممتازه، الراجل ده لو بيعرف يجيب اهداف حرفيا كان بقى احسن لعيب محترف اجنبي موجود داخل سور النادي الاهلي، بس المشكله كلها الراجل ما عنده فينش سيء جدا جدا جدا، وصعب انك تقعد تتكلم على فينش عنده لاعب عنده 29 سنه، ومفترض ان اجنبي بيتعامل معاك بالعمله الصعبه، فصعب جدا انك تقعد تتكلم معاه
في الطريقه دي. الاهلي بيطلع كسبان في الشوط الاول بهدف مروان محسن، هدف مروان محسن زي ما قعدنا نتكلم هتلعب على الاطراف، تلعب على جهاز مروان وقالي وباتشي، تحس ان انت معاك اتنين مهاجمين على مين. لو قعدنا نلعب على الارض كتير وقعدنا نخلي الناس دي مطلوب منها انها تكون محطات، هنلاقي ان الموضوع صعب جدا بالنسبه لهم. فالعب الناس دي فوق هتلاقيهم بسم الله ما شاء الله زي الفل وشغالين. الشوط الاول بيخلص والاهلي كسبان كالعاده، بننزل الشوط الثاني. المره دي بقى احنا جايبين الجون، فمش مفترض ان احنا يعني هنلعب في الطريقه اللي احنا ال 4 2 2 اللي احنا مفترض ان هي بتكون 4 2 4 اغلب الوقت جوه الملعب، لا احنا مش هنلعب فيها. بس الحمد لله كان 4 2 3 1 كده بالراحه، يعني هنحاول ان احنا نغير تغييرات من على الخط، ننزل اللعيبه اللي ممكن تنزل زي اجاي ووليد سليمان، ويا جماعه عادي نرجع نلعب 4 2 3 1 في النهايه، وننزل كمان احمد فتحي علشان خاطر يقف قدام محمد هاني اللي جاب جاز في اخر 10 دقايق، علشان خاطر لعيبه وادي دجله التسع لعيبه بيهاجموا. تخيل تسع لعيبه بتلعب قدام الاهلي والتسع لعيبه بيهاجموا، والاهلي بقى بيلعب على المرتدات الشوط الثاني، والوضع كان كارثي جدا الشوط الثاني بالنسبه للاهلي. بس عادي انا مش طالب اي حاجه بالنسبه لعيبه الاهلي، انا مش عايز اقول لك ان انا طالب منهم شوط تاني يكونوا بيهاجموا وبيعملوا اي حاجه، طبيعي جدا في عالم الكوره انك اللعيبه هتستهلك بدنيا، طبيعي ان اللعيبه مستهلكه نفسيا، غير المشاكل الكتيره قوي اللي موجوده في الفرقه، ازمات كتيره قوي ما تطلبش من اللعيبه ان هي تعمل حاجات فاكبر من المستطاع بالنسبه لها، وما تطلبش مني كمان ان انا ما اعرقش في ظل الجو الحر قوي ده، فالموضوع صعب جدا بالنسبه لنا احنا الاثنين كلاعيبه الاهلي وكواحد بيكلمك في الفيديو. بص انا عارف ان انا مفترض ان انا اطلع اقول ان مروان محسن عمل اللي ما يتعملش، وان الراجل رجع من حمله كان معمول عليه، لان مروان محسن برده كان سيء ماتش الزمالك، كلها طالعه عملها كانت لقطه غريبه وما كانش عنده ثقه، والموضوع كان بالنسبه له رايح. الراجل لما جاب جون في ماتش المصري الدنيا بدات ترجع شويه، والنهارده لما جاب جون اعتقد ان الدنيا ممكن تضبط معاه شويه، بس لو رجعنا نلعب بال 4 2 3 1 ورجعنا نعتمد على الاطراف اكتر برده هنرجع نلاقي مروان تاه واستخبى، علشان الفكره مش فكره مروان او فكره نفسيه، الفكره فكره طريقه لعب، الطريقه كلها في طريقه اللعب، مش مروان محسن كويس النهارده او مروان محسن سيء. طريقه اللعب هتعتمد على الفيرود، وهتعتمد على ان انت كل كره في الاخر هيكون الفيرود هو المحطه الرئيسيه اللي هتسند عليها في النهايه، هتلاقي فرادتك ممتازين جدا، هتعتمد على الاطراف هتلاقي ان الفراده تايهين نوعا ما. فبزوم بجمله بقى الاعتماد على الفراده دي، ما نرجع يا جماعه وليد ازارو ونحطه وسط المجموعه ونمشي جيرالدو، صدقني ازارو هتستفيد منه كتير قوي لو في الاخر فنشت الفيرود، انما لو رجعنا نلعب على الاطراف تاني لا ما تجيبش ازارو وخليه زي ما هو، نلعب بمروان ونلعب بماجي. الفكره كلها طريقه لعب زي ما قلت لك في البدايه والنهايه. عارف ان انا طولت عليك بس مش هصح حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب. ولو عايز تتكلم كتير قوي في التحكيم انا مش هقول لك ان التحكيم ظالم او مظلم، هقول لك ان في كور في الاهلي تتحسب علشان خاطر الاهلي، وفي حكام بيحسبوا حاجات علشان خاطر عارفين ان الفرق الضعيفه مش هتقدر تتكلم ولا هيكون لها صوت ولا هيكون ليها عقاب في لجنه الحكام. فالكره اللي اتحسبت على الاهلي ممكن ما تحسبش للاهلي، فعادي ما عنديش اي مانع ولا اتكلم في التحكيم، لان زي ما قلت لك التحكيم كله مش محتاج بره محتاج اي حاجه، هو محتاج حكام عندها شخصيه لا اكتر ولا اقل. بس برضو الكره فرق.